السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. مواعيد مباريات عودة دور 16 لدوري ابطال اوروبا، وذلك المباريات التي لم تلعب قبل حدوث فيروس كورونا اعفانا الله واياكم منه. المباريات اللي ما اتلعبتش هي مباراة مانشستر سيتي امام ريال مدريد، مباراة يوفنتوس امام ليون طبعا في العودة، ومباراة برشلونة امام نابولي، ومباراة بايرن ميونخ امام تشيلسي. في مباراة اتلعبت ودي المباريات اللي ما اتلعبتش. يوم الجمعة 7 أغسطس 2020 والسبت 8 أغسطس 2020 دي مباريات دور 16 العودة، المباريات اللي ما اتلعبتش زي ما قلنا. يوم الجمعة 7 أغسطس 2020 مباراة مانشستر سيتي أمام إنجلترا أمام ريال مدريد، طبعا مانشستر سيتي الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني. المباراة يكون ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية. باقي التوقيتات كلها كل نفس التوقيت، تمام كده، سواء يوم الجمعة أو يوم السبت. زي ما قلنا 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية. خلينا نقول بقية التوقيتات على طول أولا، وبعد كده نتكلم عن المباريات. تمام، قلنا التوقيتات هتكون الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا وألمانيا، الساعة 10 مساء بتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعودية والكويت وقطر، الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. المباريات أيضا هيكون ميعادها الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وإنجلترا، وميعادها الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. الآن نتعرف على هذه المباريات. مباراة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في نفس التوقيت ده اللي قلنا عليه هتكون على قناة بين سبورتس اتش دي 1، هتذاع على قناة بين سبورتس اتش دي 1. اما مباراة يوفنتوس الايطالي امام ليون الفرنسي فستذاع على قناة بين سبورتس اتش دي 2، طبعا باقي القنوات الناقلة انت شايفها امامك. يوم السبت في نفس التوقيتات اللي قلنا عليها، الساعة 9 مساء بتوقيت مصر و10 مساء بتوقيت السعودية، والتوقيتات اللي احنا قلنا عليها، برشلونة هيلعب امام نابولي، برشلونة الاسباني هيلعب امام نابولي طبعا الايطالي، بالنسبة للقناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 1. طيب المباراة التانية هتكون بينه مين ومين؟ تكون بين بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي، وستذاع على قناة بين سبورتس اتش دي 2. تمام متابعينا الكرام، قدمنا لكم مواعيد مباريات دور عودة دور 16 بالنسبة لدور أبطال أوروبا، المباريات اللي ما اتلعبتش يوم الجمعة 7 أغسطس يوم السبت 8 أغسطس بتوقيت كل الدول والقنوات الناقلة. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، لا تنسى الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو المكتوب على الاشتراك سبسكرايب، واعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.